مرحبا، درس اليوم موجه إلى الطلبة اللي يدرسون في المدارس العربية في كردستان العراق. أول محاضرة في مادة اللغة الإنجليزية للصف 12 أي السادس إعدادي. نبدأ بالفصل الأول من كتاب الطالب. بهذا الدرس رح نشرح بعض القواعد الأساسية المهمة. Verb فعل. يتكون الفعل من جزئين رئيسيين، رئيسي main، المساعد auxiliary، أفعال الرئيسية مثل play يلعب، go يذهب. نستخدم هذه الأفعال إذا كانت الضمائر I, you, we, they. أما في حال الضمائر he والshe والit فنضع s للفعل مثل plays. إذا انتهى الفعل بالحروف s أو حرفي ch أو sh أو حرف o أو حرف x فنضيف es في نهاية الفعل مثل go, goes. الفعل ممكن نضيف لـ ing، play تصير playing، go going، أو ممكن الفعل يكون بحالة الزمن الماضي وذلك بإضافة ed للفعل مثل played لعبوا، أو شاذ go يذهب الماضي مالته went، أو ممكن نشوف الفعل في حالة past participle تصريف الثالث الفعل. أما نضيف لـ ed played وممكن نشوفه بحالة شاذة مثل gone هو التصريف الثالث مال go، go يذهب، went ذهب، gone past participle. نجي على الأفعال المساعدة auxiliary. البي في زمن المضارع، am في حالة يكون الفاعل، I is إذا كان الفاعل he أو she أو it، are إذا كان الفاعل we you they. في حالة الماضي was إذا كان الفاعل I he she it، where إذا كان الفاعل you, we, they. ممكن نضع البي في حالة past participle تصريف الثالث الفعل ويكون been، وممكن نضيف لـ ing being، وأيضا في حالة المصدر be. الفعل المساعد الثاني اللي عندنا هو do، ممكن نشوفه في حالة المضارع do إذا كان الفاعل I, you, we, they، وممكن نشوفه بصيغة does إذا كان الفاعل he, she, it. المصدر هو do، الماضي did، الpast participle done، إذا أضفنا إلى ing doing. الفعل المساعد الثاني هو have في حالة المضارع have إذا كان الفاعل I, you, we, they، و has إذا كان المضارع he, she, it. في حالة المصدر have، في حالة الماضي had، في حالة الباست بارتيسيبل تصريف الثالث للفعل had. إذا أضفنا على ing having. modal auxiliary الأفعال المساعدة المشروطة. ال will نستعمله للمستقبل، ال would يعني احتمال، shall أيضا نستعمله للمستقبل، should ضروري، ال can يستخدم للقدرة، ال could للاحتمال والقدرة، may الاحتمال، might احتمال، must ضروري، need to ضروري، ought to ضروري، have to معناتها يجب وأيضا ضروري، has to يجب وأيضا ضروري. إذا أردنا ننفيها نضع not بعدها. مجموعة البي نستعملها كفعل مساعد ونستعملها كفعل رئيسي. إذا بالجملة لم يتبعهم فعل آخر فيصبحوا أفعال رئيسية، أما إذا تبعهم أفعال أخرى يصبحوا أفعال مساعدة. نفس هاي المجموعة إذا ضفت not بعدها تصبح الجملة منفية سواء كانت أفعال مساعدة أو رئيسية. مثال: Ali is getting many presents. علي حصل على العديد من الهدايا. نلاحظ أنه is جاي كفعل مساعد لأنه أكو فعل رئيسي بالجملة get. في حالة النفي علي isn't getting many presents نضع not بعد الفعل المساعد is. في حالة السؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل is علي getting many presents ونضع علامة استفهام في نهاية الجملة. هل علي حصل على العديد من الهدايا؟ They are doctors هم أطباء. هنا الـ are جاية كفعل رئيسي لأنه ماكو فعل ثاني بالجملة. في حالة النفي They aren't doctors هم ليسوا أطباء. في حالة السؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل Are they doctors؟ هل هم أطباء؟ نضع علامة استفهام في نهاية الجملة.
مجموعة do, does, did تستعمل كفعل مساعد وفعل رئيسي. تستعمل كفعل مساعد لجعل الجمل منفية واستفهامية لتلك الجمل التي لا تحتوي على فعل مساعد ويأتي بعدهم فعل في حالة المصدر. مثال: they go shopping، هم يذهبون إلى التسوق. ردنا ننفي هذه الجملة: they don't go shopping، هم لم يذهبوا للتسوق. في حالة السؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل: do they go shopping؟ هل هم يذهبون إلى التسوق؟ مثال آخر: she plays tennis، هي تلعب التنس. في حالة النفي: she doesn't play tennis، هي لا تلعب التنس. في حالة السؤال نقدم does على الفاعل: does she play tennis؟ هل هي تلعب التنس؟ مثال آخر: the workers built the new dam، العمال بنوا سد جديد. في حالة النفي: the workers didn't build the new dam، العمال لم يبنوا سد جديد. لاحظ أنه خلينا did ونفينا did ورجعنا الفعل إلى حالة المصدر. في حالة السؤال نقدم did على الفاعل: did the workers build the new dam؟ هل العمال بنوا سد جديد؟ أيضا الفعل في حالة المصدر. تستعمل do, does, did كفعل رئيسي بمعنى عميلة عندما لا تحتوي الجملة على أفعال مساعدة أخرى، بمعنى آخر لا يأتي بعدهم فعل. مثال: Ali does his homework، علي عمل واجبه البيتي. في حالة النفي: Ali doesn't do his homework، علي لم يعمل واجبه البيتي. في حالة السؤال نقدم does على الفاعل: does he do his homework؟ هل هو عمل واجبه البيتي؟ مثال آخر: أحمد did that last week، أحمد عملها في الأسبوع الماضي. أحمد didn't do that last week، أحمد لم يعملها في الأسبوع الماضي. في حالة النفي: في حالة السؤال did أحمد do that last week؟ هل عملها أحمد في الأسبوع الماضي؟ مثال آخر: the pupils do good in exams، الطلاب عملوا جيدا في الامتحانات. في حالة النفي: the pupils don't do good in exams، الطلاب لن يفعلوا جيدا في الامتحانات. Do the pupils do good in exams؟ هل الطلاب يفعلون جيدا في الامتحانات؟ المجموعة الأخرى هي مجموعة الهاف والهاز والهاد، تستعمل كفعل مساعد وأيضا تستعمل كفعل رئيسي. نستعملها كفعل مساعد عندما يأتي بعدهم فعل في حالة التصريف الثالث past participle. ليلى has written her homework، ليلى قد كتبت واجبها البيتي. ليلى hasn't written her homework، ليلى لم تكتب واجبها البيتي. في حالة السؤال has ليلى written her homework، هل كتبت ليلى واجب بيتي؟ أيضا ممكن استعمالهم كفعل رئيسي بمعنى ضروري عندما يأتي to بعدهم. Ali had to drive slowly، علي كان يجب عليه أن يسوق ببطء. Ali didn't have to drive slowly، علي لم يجب عليه القيادة ببطء. Did Ali have to drive slowly؟ هل يجب على علي القيادة ببطء؟ أيضا تستعمل كفعل رئيسي بمعنى تملك عندما يأتي بعدهم إحدى الإشارات الإسمية التالية: أي، on، the، some، any، many، much، few، little، of، this، that، these، those، several. كذلك الأرقام والضمائر. ليلى has a few problems at school، ليلى لديها قليل من المشاكل في المدرسة. I have three brothers، لدي ثلاثة أشقاء. إلى هنا أعزائي الطلبة ننهي درسنا لهذا اليوم، ألتقيكم في دروس قادمة، مع السلامة.